السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عاجل وإيقاف موقع إذن السفر. توقف الموقع يا أخواني تبع إذن السفر، والأشخاص ما عم تقدر تحصل على إذن سفر. شو اللي صار؟ ليش توقف الموقع عبر الإدولات؟ وليش الناس ما عم تقدر تحصل على إذن السفر؟ يا ريت الجميع يعمل إعجاب للفيديو ويشاركوا عند أصدقائه على الواتساب لحتى الجميع يعرفوا بالموضوع، مشان كمان يتم تصليح هذا الموضوع. إخواني الكرام، مثل ما بتعرفوا مبارح أو أول مبارح تقريبا تم إلغاء الهيس كود اللي هو الكود الصحي. ومثل ما بتعرفوا الشخص لما بده يفوت يقدم على إذن سفر إخواني لازم يكون في عنده كود صحي. فلما الأشخاص عم يفوتوا على موقع إذن السفر إخواني عم تطلع لهم شاشة على هذا الشكل، ولما عم يضغطوا على الرابط الموجود لاستخراج الكود الصحي عم بيقولوا لهم إنه تم إيقاف هاي الخدمة من قبل وزارة الداخلية. اللي صار يا إخواني إنه كان عم ينطلب الهيس كود على موقع إذن السفر وتم إيقاف الهيس كود، فصار خربطة بالموقع. يعني هي الشغلة يا أخواني هي عبارة عن خطأ بالموقع نفسه، رح يتم تصليحها إن شاء الله بالأيام المقبلة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة مشان توصلكم المعلومات المفيدة والقيمة. تحياتي لكم جميعاً.